نيجي للطرف التاني نقول له طب الادله عندك ايه؟ عاوز يقلص الادله، ما يقولش بقى الادله بس ما في ادله متفق عليها ومختلف عنها. المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس غالبا، الباقي ممكن يختلفون فيه، المختلف فيه الاحتجاج بها بين المذاهب حتى الاربعه. صحيح. هو جاي يقول لك المختلف فيها دي اصلا احنا ما ناخدش بيها. خلاص؟ يبقى كده عاوز خصوصيات المذاهب الاربعه يسقطها. يعني يقول لك الامام الشافعي بياخد بالاستحسان مثلا، او الامام مالك بياخد بالمصالح المرسله، واخد بال حضرتك؟ او الاحناف ياخدوا بالاستحسان، والامام المالك ياخد بالايه؟ بالمصالح المرسله. فلا، ما فيش حاجه اسمها مصالح، يبقى عاوزين يهدوا المذهب المالكي في كثير من المسائل، والاحناف نفس الشيء، وهكذا. فيجوا حضرتك كده لحد ما يقلصوا العمليه، يجي يقول لك لا احنا كمان ما فيش حاجه اسمها قياس. دخلوا بقوا زي الظاهريه، ماشي. شوف بقى بص العمليه بتمشي ازاي، وبعدين يقول لك ايه؟ ما فيش حاجه اسمها اجماع اصلا، الاجماع ده مختلف فيه، وفي فرق بين الاجماع الاصولي والاجماع الفقهي، ويخشوا حتى بعض المتخصصين يتكلم في هذا. ده هدم يريد. ما هو الهدم، بص الهدم بيجي ازاي؟ طيب هنتنزل وجينا في القياس، قلنا ماشي، ده اسم بيسميه تنزل. بتنزل ايه؟ ان اسلم للخصم مع عدم اقتناعي بكلامه، ولكن لانني اعرف ان حجتي قويه، مع التنزل سيكون لي الغلبه في اخر الامر. ده اسمه تنزل في اداب البحث والمناظره. فحضرتك قالوا القياس لا، وبعدين قالوا الاجماع لا. طيب ماشي، عاوزين يخشوا دلوقتي ان السنه لا. شوف الترتيب ماشي ازاي، شوف السلسله ماشيه ازاي. فلما تيجي في السنه فيجي يقول لك لا احنا هناخد بالسنه الفعليه مش القوليه، او العكس، بعضهم يقول لك هناخد بالقوليه يعني اللي قاله سيدنا النبي مش اللي فعله. طب بعضهم يقول لا هناخد اللي فعله مش اللي قاله. ليه؟ اصل اللي قاله ده ممكن ما يكونش قاله، لان ايه الروايه وايه الكتب بتاعتكم وايه البخاري وايه مسلم والحاجات دي كلها. لو اننا نعلم انهم يتكلمون هذا، ونحن نعرف يعني ايه، مش بواطن الامور، نعرف من الشواهد، هيخشوا مش عاوزين سنه قوليه. وبعد كده السنه الفعليه ممكن مخصوصه بوقتها، وقت سيدنا النبي وتغير، رايحين في بقى عاوزين نعترف بالقران بس، وهييجوا يحجموا القران بفهمهم. واخد بال حضرتك؟ فلو كان ما انت لو ما اعتبرتش اصول الفقه مش هيبقى في مطلق ومقيد، ولا خاص وعام، ولا ناسخ ومنسوخ، ولا اي حاجه. فهيبقى في حضرتك بس احنا عاوزين ناخد بظاهر القران. يبقى لا هو خد بالادله المختلف فيها ولا المتفق عليها من القياس والاجماع، وهيسيب السنه بيمشي بس فيها واحده واحده. السنه ليه؟ لان كلمه سيدنا النبي، كلام سيدنا النبي عنده رهبه شويه، او يعني احترامه، وشايف المسلمين بيحترمه، فهو عمال يفكك، عاوز يفكك في المنظومه، وهو مش واخد باله ان المنظومه دي ما بتتفكش، دي مرتبطه كده. خلاص؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن بحفظه والشريعة ببيانها الذي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي في الآخر عاوز لك أحتج بالقرآن بس. طب اللي احتجيت بالقرآن بس، على فكرة سيدنا ابن دقيق العيد وهو من علماء كبار من أهل مصر، انتقد سنة 702 هجرية، وكان السادة الشافعية والسادة المالكية بيحبوه، يعني كل حد يقول لك ده شافعي. ليه؟ لانه مجتهد. والتاني يقول لك ده ملك المالكيه، عاوزينه عندهم، فعملوا له ترجمه في طبقات المالكيه وترجمه في طبقات الشافعيه، في المذهبين. في المذهبين ليه؟ عشان وهجه وجماله. أيوة. واجتهاده. وبيقول ايه بقى؟ بيقول ان ايات القران كلها احكام، ولكن على قدر القرائح والافهام. الله. مين اللي عنده الفهم؟ مين ده؟ عاوز يقول لك ده اللي مجتهد، اللي عنده الادوات كلها ممكن يوصل لكده. ابن دقيق العيد نفسه يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك انا ما عنديش دي اصلا. شوف النقيع اللي كله بيتخانق عشانه ويبقى عنده، بيقول لك انا ما عنديش دي. فيجي حد دلوقتي سواء من على اليسار او من على اليمين، وبالذات اللي على اليسار بقى، يقول لك ايه؟ لا ده احنا كده القران في كل حاجه. ماشي، طب وانت هتعرفه ازاي يا مولانا القران في كل حاجه؟ انت عندك ادوات. تجده لا يقيم لغه عربيه صحيحه ويخطئ في الاعراب او في الصرف او في غيره، علوم الاله وعلوم الاله، وبعد ذلك يتكلم في القرآن. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. طب بأي كتاب؟ بأي كتاب أم بأية سنة أنت بتتكلم الكلام ده؟ يبقى المقصود أنه هيجي مش هيستدل في الآخر بالسنة. ليه؟ هيشكك لك في حجية السنة، وبعد كده داخل في القرآن يشكك لك في فهمك للقرآن. مش فهمك أنت، فهم السابقين اللي هم فهم العلماء. فهم العلماء مش فهم ال، وده سلم خطير. هو يظن أنه سيسير في هذا السلسال لحد ما ينتهي، أنه مش هياخد بالقرآن أصلا، ولكنه هيهات هيهات ولا تحين مناص. ليه؟ لأن زي ما أنت قلت في الأول حضرتك في الحديث اللي وراه الحاكم،
يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. سنة ليه؟ لأن هي المبينة. وفي رواية كتاب الله أو كتاب الله وعترتي، آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بفهمهم الثاقب، بعلمهم الواسع، بشربهم من معين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم مش بتوع ناس مخصوصة، آل بيت دول بتوع كل المسلمين.